محمد، انت عملت دور جميل جدا الحقيقه في كلامك، والحقيقه الناس حزنت لما انت مت في الاخر بانفجار خفيف يعني. هتعيش تاني في الجزء التاني؟ لا والله وارد يعني. في اخبار؟ والله وارد. كلينا عن الدور بقى وعن شغلك. والله البدايه جت ازاي؟ هي جت دكتور بيتر كان جابني في دور في الاب الروحي وبقينا اصدقاء وكده، فجابني في كلبش واحد وبعدين في كلبش اتنين. بس الدور بتاعي دور وليد، الضابط وليد ده بصراحه اللي كنت مساعد صلاح بيه في يعني هي الحكايه كلها مع دكتور بيتر، هو التوجيه بصراحه، واستاذ محمود البزاوي ده صديق ليا اصلا بره الفن، فكان بيوجهني كتير. وامير كراره بصراحه يعني، امير كراره كان لو في مشهد مش كويس فبيجي لي. وانا ساعات كنت بقول لك حاجه، لا خليك تستنى انت، خليك في اللي انت فيه. غلط، استنى دورك جاي. فكان بيجي يبوظ لي. فكان امير كرارة بصراحه يعني، هو يعني امير، انا اول مره اشتغل مع نجم ما احسش ان هو عامل مشاكل يعني تدخل اللوكيشن تحس ان امير عادي، ياخدك من ايدك تعالى تتغدى معايا افطر معايا وبتاع، وبعدين يجي يقول لك لا خلي بالك انت عملت ده وحش، اعمل ده، لا اظبط الحته دي، لا انت المفروض يبقى الهبه مش عارف عامله ازاي. لا عنده تفاصيل امير، خلاني بصراحه ما يعني حبيته جدا يعني. بس هو الدور كله جه كده يعني، انا بصراحه الاجتهاد بتاعي كان بتوجيهاتهم، مش عشان ما اقولش كلام بس ما حصلش يعني. لكن كلمني انت، يعني واضح انك انت داخل في الدور بشكل كويس قوي وعشت شخصيه قوي. والله كل ده يعني مش عارف يعني، انا مش حاسس بال. انت دارس تمثيل؟ انا درست اكاديميه مع الدكتور محمد عبد الهادي كده من 5-6 سنين ولا حاجه. خريج اساسا ايه؟ انا خريج تجاره. تجاره. وبعد كده سبت ماليش دعوه بالتمثيل اصلا. بعدين جه الاستاذ خالد الصاوي قال لي بقول لك انت يعني اتقابلنا في حته كده، فقال لي انت تيب كويس قوي، ما تيجي تعمل معايا حاجه في مسلسل خاتم سليمان زمان 2011 مثلا. فقلت له حاضر. رحت عملت معاه دور، كان بقى كل مسلسل مثلا 3 حلقات 4 حلقات مش عارف ايه، مش حاسس ان انا ممثل من اول الاب الروحي وكلبش، حسيت ان انا بقى يعني بمشي في الشارع الناس بتقول لي ظابط وليد. لا بس انت ليك يعني، انت صوتك كمان كاريزماتي خلي بالك يعني، انت عندك عناصر كتيره للجذب يعني. ربنا يخليك. دي مجامله لطيفه. وبعدين بس فمشيت معاك كلها بالصدفه يعني، ما مش محضر حاجه ولا كنت بقى يعني مش عامل حاجه ان انا اعمل دور او حاجه، هي جت كلها صدفه بصراحه يعني. وساعدوني كتير بصراحه يعني، كنت كل مشهد المشهد ده عملته المشهد ده يعني بصراحه امير كرارة كان واقف قصادي، انا عملت المشهد ده اول مره وكان طالع عادي، واحد بينفجر زي اي حد عادي. لا امير راح جاي واقف قدامي قال لي استنى بقى انت بتعمل ايه؟ قلت له هنفجر عادي عشان اروح. قال لي لا عشان اروح. فقال لا استنى انت هنا بتراجع بقى بتراجع كل تاريخك، انت شايف نفسك بتموت، انت هتموت، فلا استنى اعمل كذا واعمل كذا. فكان واقف قصادي في المشهد لغايه ما طلع كده، وفي الاخر طلع تمام، طلع بقى على الشاشه كده. وروحت بعد كده؟ روحت بقى البيت عادي بقى. ايه بقى رحت البيت عادي مفيش حاجه خالص؟ ولا كده كان انفجرت ولا اي حاجه خالص. والانفجار كان سهل على فكره يعني. انا بنصح بكل الناس انك تنفجر. بس بهنيك يا محمد، كان دور جميل جدا جدا.